فيما يخص المباراة، كما دائما وعدونا المغاربة الحمد لله النتيجة كانت رائعة، وبخصوص المباراة تبعناها يعني بواحد الأجواء اللي صراحة البهجة، والمغاربة متفائلين أصلا لهذه النتيجة هذه، وكنا عارفين أن النتيجة غادي إن شاء الله تكون يعني ثلاثة الأهداف فما فوق، لحقاش المنتخب ديالنا يعني بين على الكفاءات ديالو، حتى المنتخبات الأولى اللي لعبت ما يعني ما بيناش شي مستوى اللي كنا كننتظرو، وبالتالي الحمد لله الشعب المغربي كله فرحان، ووليد الركراكي يعني كما حنا كنعرفوا لي كومبيتونس ديالو، هذا يعني وليد الركراكي ما كيستهنش بالخصوم ديالو، لذلك ما استطعتش تنزانيا انها تسجل علينا حتى هدف، والحمد لله الامور غاديه مزيان. كنتمنوا مسيره موفقه للمنتخب ديالنا ان شاء الله في هذا الكندا، ولما لا اننا يعني نجيبوا هذا الكاس هذا ان شاء الله، وتكون الفرحه يعني المغاربة كاملين ان شاء الله. تحياتي. السلام عليكم. اولا هنيئا للمنتخب المغربي على هذا الاداء وعلى هذا الفوز الرائع، ما شاء الله فرحونا. المقابله ما كانتش سهله في البدايه، الشوط الاول شفنا واحد الاداء اللي بسيط شويه، ولكن الشوط الثاني الذكاء ديال الركراكي اعطى الوضع ديالو واعطى ايجابيه في التيران. شفنا مقابله رائعه جميله ما شاء الله على المنتخب المغربي. فكرونا بيامات كاس العالم، رجعونا الحفلات للسيريا وخرجوا الشوارع ونضحكوا ونشطوا، هذا راه يبشر بالخير. والله العظيم تذكرنا ايامات كاس العالم، كنتمنوا ان المنتخب المغربي يكمل من الاداء ديالو ويفك ويرجعنا ايامات كاس العالم، ونتمنى انه يكمل، وان شاء الله علاش لا ما نديوش كاس افريقيا، وديما ديما مغرب، وكنقول لهم انهم يكملوا، عندنا احسن تشكيله. برافو 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 ماروكا. الحقيقه المنتخب الوطني المغربي بدا مساره في البطوله الافريقيه بشكل يمكن ان اقول عنه انه جيد جدا، حقق الاهم نتيجه واداء، وفي اعتقادي الشخصي ومن خلال يعني قراءتي للمباراه اعتقد ان سيناريو قطر سيتكرر في الكوت ديفوار.